السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد، اناقه جديده، تميز وموديلات كتحمق موديل كاين ستيف موديل. فمرحبا بكم كاملين، ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو خاص لكل عرايس ديالنا اللي كيقلبوا على موديل متميز في جليبه، يا بالقميص يا بلا قميص. الله يكمل عليكم بالخير، والله يجعل كل شيء مبارك ومسعود، والله يدوز كل شيء كيف ما بغيتوا ان شاء الله. فيديو ان شاء الله غيسهل عليكم الاختيار، فما عليكم الا تفرجوا في الفيديو، لانني جمعت لكم احدث واخر ما كاين في الموديلات، يعني جليبات بالقميص ديالهم اولا جلابه بلا قميص جديد، لا في الخدمه ديال الراندا، لا في زواق المعلم، في الرشيمات جدادين، لا في التنبات، لا في الراند، زعما في الطرز الرباطي. يعني تبارك الله ما شاء الله، كاين فين تختاروا فين تعزلوا لي وتشوفوا لي بالذوق ديالكم. وان شاء الله راه الفيديو غيساعدكم باش تلقاو الشكل اللي بغيتو، وكذلك الفيديو صالح للناس اللي كيبغيو جليبات للعمره والحج، فراه موديلات كذلك غادي يلقاو اللي غيعجبهم. كما كنعرفوا في هذه المناسبات كنبغيو الالوان المفتوحه، الالوان الكريميه، البلونكاسي والدرجات ديالو، الابيض والدرجات ديالو، فممكن حتى الالوان، غير الالوان تكون شي شويه بارده كتجي صراحه تتحمق وكتجي هماويه وفيها هذيك كما كنقولوا ديك الهيبه. فان شاء الله تلقاو ستيل، واكيد راه غتلقاو، لان كيما قلت لكم اخر ما كاين في ستايلات. الناس اللي عزيز عليها السامبل، واللي عزيز عليها الشارجي، واللي عزيز عليها ما بين وبين كل شيء. فيديو تيرضي جميع الاذواق، فبالصحه والراحه، وما تنساو تشاركوا معايا الموديل اللي عجبكم. راه ديما تنقولها لكم هكا، كنعرف كنبغي نعرف زعما كل واحد والذوق ديالو، شنو اللي كيعجب اغلبيه، زعما شنو تيعجبهم شنو ما تيعجبهمش. فان شاء الله ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كذلك اللي بغيت نهضر لكم عليه، انه في هاد الايام هادو راه غيكونوا كاع الفيديوهات اللي كنت وعدتكم بهم، الفيديو ديال جليبات الصيفيين الجزء الثاني راه غادي يكون، كذلك ديال ماتشي والعائله واللي كيبغيو زعما يلبسوا بحال الوليدات بحال الزوج والزوجه، ان شاء الله راه غيكون كذلك حتى هو فيديو خاص بالموديلات ستايلات. وخلاص القفطان والتكشيطه راه مازالين مستمرين فيه، يعني حسب الطلب ديالكم، انا اللي كنشوفكم كتسولوني عليه بزاف كنحاول ندير عليه فيديو. فتنتمنى ان شاء الله الفيديوهات يكونوا خفافين على قلوبكم، ما يكونش يعني داكشي تيتعاود اللف، لان انا في الهضره ما تنعرفش نعبر بزاف، كنحاول غير داكشي اللي كنحاول نوصلو لكم بالزربه وصافي. كنتمنى ان شاء الله زعما اي حاجه بغيتوها ولا انا كنخلي لكم نمره التليفون، الواتساب، ولا كنخلي لكم الانستغرام، فيسبوك. فنتمنى اللي محتاج زعما شي سؤال ولا استفسار ولا هذا، ما زعما ما تردوش، راه مرحبا بالجميع، يعني ماشي ضروري تكوني كليانة ولا، انا مرحبا بالجميع، بالعكس هادشي كله بالاجر ديالو، كنحاولوا نبارطاجيو مع بعضياتنا، نفيدوا بعضياتنا، فهادشي كله تيكون غير بحال واحد ترحمت الوالدين، راه بالنسبه لينا راه اعظم واجمل ما كاين. ف مرحبا بكم كاملين، تتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، فرجه ممتعه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. خليت لكم راحه البال وفي امان الله.
Oh.